هسه خلينا نبدا مشوارنا اليوم بس بدون كذب. ايه انت بالطبخ يعني صفر، هاي منتهين منها. لا مستحيل مصطفى. اي شنو ما ادري يعني، لا ادري بقى، راح احكي شيء بكل صراحه. اي هاي انا ما مسويتها. ودا اقول تجاوبت على الكليتي اصلا والمعجنات مو يمه. بس انا اطبخ كل شيء. اها والله. ما يعني اقوى شيء ذاك اليوم سويتيه انه مرق وتمن اعتقد. لا اطبخ كل شيء ببالك اطبخ، بس انا ما عندي واهس انه ادخل للمطبخ. تبدا تشوف درجات الحراره اللي عندنا الله يخليك. لا بعدين احنا شغلنا يعني دايركت 24 ساعة، تطلع الصبح ترجع مرات العصر أو بالليل، في مرات حتى مو شغل، مرات مشاوير تريد تطلع تشوف أصدقائك تشوف ناسك، فأكيد ما راح تلتهي يعني إذا بنية ما راح تلتهي بالمطبخ. صح. شان أنت آخر عمل اشتغلتي اللي هو الهروب. أنا بالنسبة لي أنت كنت كلش موفقة بالهروب وشخصية كانت كلش ضاربة، الله يوفقك. شلون تشوفين يعني شلون شفتي رد فعل الناس على الشخصية؟ شلون كانت الآراء؟ تقريبا اكثر شخصيه قدمتها دراما وفرحت بيها. يعني انا كل الشخصيات اللي اقدمها احبها، بس هذه اكثر شخصيه فرحت بيها لان شفت تاثيرها بالناس مباشره. يعني انا كنت تقريبا يوميا اطلع برمضان تعرف، يعني اشوف الناس يشوفوني، اشوف اصدقائي، فاشوف العالم. مره قاعده بمكان اجاني شخص قال لي اقول لك انت مشاهده؟ قلت له ايه. قال يعني انت جنان؟ قلت له ايه. جنان هي الشخصيه اللي قلت لي. قال لي دهر فرج. قلت له ليش؟ قال زلمه ايش قد نشكبرني تبكيني البارحه ليش؟ اي فعلا يعني المشاهده كانت مؤثره. هي القصه كامله مؤثره وحقيقيه.